هلا هلا، شلونكم؟ وياكم الدكتورة شهد عادل من فريق دنتيتي. رجعت وياكم شرح محاضرة البريودونتيك للمرحلة الرابعة. وصلنا اليوم للمحاضرة الرابعة اللي عنوانها Alveolar Process. راح تتكلم لنا عن Alveolar Process بشكل عام، شنو هو Alveolar Process، شنو هي وظائفه، مكوناته، أجزاءه، شنو الديفكت اللي ممكن يصيب لي Alveolar Process. وهسه وبدون مقدمات زايدة خلونا نبلش. Alveolar process is the portion of the maxilla and mandible that forms and supports the two socket alveoli. هو جزء المكزيلا والماندبل اللي يكون لي ويدعم لي التو سوكيت، تمام؟ يعني هو حيشكل لي التو سوكيت ونفس الوقت حيدعم لي اياه. زين، is developed in conjunction with the formation and during the eruption of the teeth and is gradually resorbed if the teeth are lost. يقول لي انه هو حيتشكل لي ويتكون ويا تكون السن، وفي حالة فقد السن راح يذوب، راح يروح، تمام؟ زين، من هذا شنو فهمنا؟ فهمنا انه هو في الستركتشر يعتمد على السن بوجوده، يعني ان وجد السن وجد، ان فقد السن فقد، تمام؟ فهو tooth dependent structure. شنو يعني tooth dependent structure؟ يعني هو يعتمد على السن بوجوده، تمام؟ Alveolus is the space in the alveolar bone that accommodate the root of the teeth. الalveolus هو الفراغ اللي يكون بالalveolar bone واللي يوفر لي مساحة للروت، تمام؟ يعني هو الفراغ الموجود على مود يقعد بالروت. زين، نيجي هسه راح نشوف الalveolus bone. ده تشوفون هنا، شوفون هنا، لاحظوا لي، هذا هو الalveolar bone، هذا اللي محدد بالأحمر، تمام؟ داير ما داير السن، هذا هو الalveolar process. Function of the alveolar process، شنو وظائف الalveolar process؟ Comprise the attachment apparatus and the supporting tissue of the teeth together with root cement and medial fiber. هو حيحتوي لي على منطقة تجمعني ما بين التيث، root cement والmedial fiber، كلها حتربطها ويا بعضها، تمام؟ زين، وبنفس الوقت راح تحتوي لي على supporting tissue اللي تدعم السن. زين، provide the osseous attachment to the medial fiber، هي راح توفر لي الربط ما بين العظم والبريودنتال ligament fiber. الوظيفة الثالثة distribute and resorb force generated by mastication and other tooth contact. هو حيمتص لي، يعني شلون راح يشتغل لي as a cushion effect، راح يمتص لي القوة اللي يسلطها الماستيكيشن، تمام؟ يعني أثناء الماستيكيشن، أثناء المضغ، راح يسلط الأسنان على بعضها قوة، فهاي القوة حيمتصها الالفيلار بروسس، يعني ما راح تأثر لي بشكل مباشر على السن، ما راح تأذي السن، لأنه هاي القوة إذا سلطت بس على السن بدون ما أكو شي ثاني يسحب القوة، فراح تسبب لي فراكتشر للتوث، تمام؟ زين، في حالة هاي وجود الالفيلار بروسس اللي موقعه بالضبط جوا السن وهو هيجي يشتغل لي as a cushion effect، راح يمتص هاي القوة وراح يحمي لي السن بشكل عام. زين، هسه نجي لبارت of the alveolar process. شنو هي مكونات الالفيلار بروسس؟ Alveolar bone proper، an external bullet of cortical bone، والكانكلاس ترابيكولا أو سبونجي بون. نيجي هسه نشرحهم واحدة واحدة. الالفيلار بون بروبر is thin layer of compact bone forming the inner socket wall. هو جزء من الكومباكت بون راح يشكل السطح الداخلي للسوكت، يعني شنو؟ يعني راح يسوي لاينز للالفيلاس، راح يبطل لي الالفيلاس، تمام؟ which is seen as a lamina dura. الالفيلار بون بروبر هو اللامينا دورا اللي راح طلع لي بالراديوغراف، تمام؟ هذا الجزء الابيض اللي يكون بالراديوغراف هو الالفيلار بون بروبر. اسمه الثاني شنو؟ هو اللامينا دورا. A great number of Sharpie's fiber bundle are embedded into this layer of bone which is adjacent to the PDL, therefore is called bundle bone. راح القى بيه كمية كلش كبيرة من الشاربيز فايبر، تمام؟ لذلك أنا راح أصيح له bundle bone. ليش؟ لأنه يحتوي لي على great number of Sharpie's fiber bundle،
كلش سهلة. ليه سميتها بندل بون؟ لأنه يحتوي لي على كمية كلش كبيرة من حزم شاربي، حزم الألياف شاربي، واللي تكون شنو، تكون متداخلة بهاي اللاير بالألبيلر بون بروبر. زين، لذلك أنا سميتها بالبندل بون. سؤال، شنو اللي يعني MCQ مثلا إجاني إنه شنو اللي راح أشوفه أظل لامينة ديورا؟ شنو جزء البون اللي راح أشوفه أظل لامينة ديورا؟ فهو الألبيلر بون بروبر. شنو البون اللي اسمه بندل بون؟ ألبيلر بون بروبر. شنو الاسم الثاني للألبيلر بون بروبر؟ هو بندل بون. ركزوا عليه، بمعلومات مهمة. يعني أول معلومة إنه هو راح يسوي لي لاين للألبيلس. المعلومة الثانية يحتوي على كمية كلش كبيرة من شاربيس فايبر بندل، لذلك سميته بندل بون. المعلومة الثالثة إنه هو راح أشوف أظل لامينة ديورا بالراديوغراف بالإكس راي. زين، بعدها دي معلومة رابعة، إنه هو هيستولوجيكالي this bone contain many small holes or opening called volcanic tunnels. هذا البون يحتوي على كمية كبيرة من الهولز، يعني الفتحات اللي اسمها volcanic canal. هاي تحتوي على blood vessel, lymphatics and nerve link, the BDL with cankless bone. This is called cerebriform bullet. شنو اسمه؟ cerebriform bullet. الopening شنو اسمها؟ اسمها volcanic canal. زين، an external bullet or cortical bone، ما شارح لي عليها شيء، نجهز الكانكلاس ترابيكولا or spongy bone. الكانكلاس ترابيكولا located in the space between the external cortical bullet and alveolar bone proper. They meet and diffuse to form alveolar crest. Cankalous bone which act as a supporting alveolar bone with cortical bone surrounding the alveolar bone proper. Cankalous bone موقعها ما بين ال external cortical bullets، يعني النقطة الثانية أو الجزء الثاني، و ال alveolar bone proper، يعني اللي شرحناه اللي هو البندل بون. تمام؟ They meet and diffuse to form alveolar crest. دني اثنينهم اللي هو الاكسترنال بلت وال الالفيلار بون بروبر، اثنينهم حيجتمعون ويا الكانكلاس ترابيكولا، يعني راح يصير عندي ثلاث اجزاء، كانكلاس ترابيكولا والاكسترنال بلت والكورتيكال بون والالفيلار بون بروبر، كلهم حيجتمعون وحيكونوا لي شو يكونوا لي؟ يكونوا لي الالفيلار كريست. تمام؟ زين، الكانكلاس بون راح يشتغل لي as a supporting alveolar bone. الكانكلاس بون هو العظم الاسفنجي، فتعرفون انه الاسفنجي بيه فتحات هواية، بيه هواية كنال، بيه هواية سبيسات ما بين الخلايا العظمية. هاي السبيسات من راح يصير عليها ضغط تقريبا راح شلون راح تشتغل مثل الاسفنجة بالضبط. يعني شنو؟ يعني راح اسوي supporting للالفيلار بون بروبر، راح تدعم لياها، وبنفس الوقت راح تكون داير مدايرها. تمام؟ راح تكون يعني داير مداير الالبيلر بون بروبر، سراوند ذا الالبيلر بون بروبر. يعني هسه الكانكلاس بون ايش بي؟ كانكلاس بون اول شيء موقعها ما بين اكسترنال كورتيكال بلت والالبيلر بون بروبر. النقطة الثانية انه هو يلتقي لي ويا الالبيلر بون بروبر ويا الاكسترنال بلت اوف كورتيكال بون، ويكونوا لي شنو؟ يكونوا لي الالبيلر كريست. النقطة الثالثة اللي مهمة بي انه هو حيسوي supporting الالفيلار بون. والنقطة الرابعة انه هو راح يصير يكون داير مداير الالفيلار بون بروبر. خلصنا من اجزاء البون، نيجي هسه للبيزل بون. مصطلح اسمه البيزل بون. شنو هو البيزل بون؟ البيزل بون is the portion of the jaw is located apically but unrelated to the teeth. جزء الجو، جزء الفك اللي موقعه يكون أبيكالي، يعني باتجاه الأبيكس، باتجاه الجذر، بس هو شبي ما يرتبط لي ويا السن، يعني ما عنده ارتباط مباشر ويا السن. تمام؟ خلصنا من البيزل بون. طبعا هذا البيزل بون اللي تشوفونه، هذا اللي دا أشوه بالأحمر، هذا هو البيزل بون اللي تشوفون موقعه يكون أبيكالي باتجاه الأبيكس، وبنفس الوقت ما مرتبط لي ويا السن. نيجي هسه اللامينة ديورا. بس قلنا انه هو الجزء اللي يطلع شنو، يطلع وايت، يطلع ابيض. The layer of alveolar bone proper appears as a white line surrounding the root of the tooth on radiograph. جزء الالveolar bone proper اللي تظهر لي بيضة بالاكس راي. تمام؟ يعني هو جزء عظمي
داير مداير جروت يظهر لي راديو أوبك بالإكس راي، ما بيها فد مشكلة اللامينة ديورا. البون مارو الكافيتيز اوف اول بون اوف نيو بون. البون مارو ينقسم لقسمين، القسم الاول اللي هو ريد مارو، والقسم الثاني اللي هو يلو اور فاتي مارو. القسم الاول اللي هو ريد مارو يكون بحديثي ولاده، والقسم الثاني يكون بالادلت. المهم الريد مارو راح يظهر لي از راديو لوسنس، تمام؟ يظهر لي يعني شنو؟ يظهر لي اسود بالاشعه، راديو لوسنس زون بالراديوغراف. فلذلك وجب التنبيه انه اذا لقينا منطقه راديو لوسنس بالاشعه والعمر صغير، فهذا مو ديفكت، يعني مو فد خلل بالعظم، لا هذا جاست بون مارو، لانه الطفل بعده صغير نيو بورن. فانا عندي ريد مارو، وهذا الريد مارو يظهر لي از راديو لوسنس ان ذا راديوغراف. The common location are the maxillary and mandibular molar and premolar area. شو هي المواقع الشائعة للفوكي of the red marrow, red bone marrow؟ هي الماكسيلاري والماندبلر مولر والبريمولر، هاي أكثر مواقع شائعة لوجود الريد بون مارو. هاي الصورة توضح لنا الريد بون مارو واليلو بون مارو. اليلو بون مارو يكون بالكومباكت بون، بينما الريد بون مارو يكون بالسبونجي بون. زين هسه نجي للالفيلار بروسيس تايب according to the anatomical relation to the teeth. تقسيمات الالفيلار بروسيس وانواعه اعتمادا على مكانهم التشريحي وعلاقتهم الى الاسنان. عندي ثلاث انواع، النوع الاول هو الانتربروكسيمال بون، الثاني هو الانترادوكيلار بون، والثالث هو الراديوكيلار بون. هسه اول جزء عندي هو الانتربروكسيمال بون او الانتردنتال سبتم. The bone located between the root of adjacent teeth. العظم اللي يكون موقعه وين؟ موقعه ما بين الجذور لسنين، مو نفس السن يعني، لسنين متجاورات. تشوفون هاي الديستال روت وهذا الميجيال روت، هاي المسافة اللي ما بيناتهم. طبعا هذا الديستال روت السن ثاني، وهذا الميجيال روت السن ثاني، تمام؟ هذا الستيكس، هذا السيفن، هاي المسافة اللي بيناتهم هي الانتربروكسيمال بون. هسه نجي انترادوكيلر بون، ذا بون لوكيتد بتوين ذا روت اوف مالتي روتد تيث. هذا العظم اللي موقعه وين؟ موقعه ما بين روتين، يعني جذرين لسن واحد، تمام؟ تشوفون هاي المنطقة، هاي هي الانترادوكيلر بون. نجي هسه للرادوكيلر بون. الرادوكيلر بون العظم او جزء العظم اللي لا انتربروكسيمال ولا انترادوكيلر، بتوين يعني اللي موقعها facial, lingual, palatal surface of the root of the teeth. تمام. هنا عندنا ملاحظتين مهمات. الملاحظة الأولى the distance between the crest of alveolar bone and the cemento enamel junction increase with age to an average of 2.81 millimeter. تمام. شلون يعني؟ يعني المسافة ما بين the crest of alveolar bone والcemento enamel junction، هاي المسافة قابلة للزيادة بمرور العمر، يعني كلش عادي انه هي تزيد بمرور العمر لحد ما توصل يعني الافرج مالتها بمعدل 2.81 مليمتر. الملاحظة الثانية انه هي thickness of alveolar process varies from one region to another depending on the position of the teeth in the arch and their relationship to one another. يعني شنو؟ يعني السخن او التثخن مع الالبيلار بروسس يختلف لي من مكان لمكان اعتمادا على شنو؟ اعتمادا على البوزيشن اوف ذا تيث، موقع السن بالارش، وبنفس الوقت يعتمد لي هماتين على الريليشن، يعتمد على علاقة الاسنان ويا بعضها. مثلا الاسنان اللي موقعها لابيالي، تمام؟ موقعها لابيالي بالارش، ثن لابيال رادوكيلر بون يكون خفيف، بينما ثيكر lingual radicular bone. هسه نجي للبريوستيوم والاندوستيوم. شنو هو البريوستيوم وشنو فرقه عن الاندوستيوم؟ البريوستيوم راح يغطي لي الاوتر سيرفيس اوف ذا بون، تمام؟ يعني راح يغطي لي الجزء الخارجي للعظم، بينما الاندوستيوم لا، راح يغطي لي الجزء الداخلي للعظم، يعني راح يبطن لي العظم. حلو.
زين البروتينيوم راح يحتوي على كولاجين فايبر، يحتوي على اوستيوبلاست، يحتوي على بلود فيزل نيرف فايبروبلاست، بينما الاندوستيوم يحتوي لي على اوستيوبلاست. تمام، هذا الفرق ما بيناتهم. بدنا نشوف هاي الصوره، تشوفون هذا الجزء اللي يغطي العظم الخارجي، هذا هو البريوستيوم. زين تشوفون هذا الجزء الداخلي اللي يبطل للجزء الداخلي العظم، هذا هو الاندوستيوم. فهذا الفرق ما بيناتهم، البريوستيوم يغطي الجزء الخارجي والاندوستيوم يغطي الجزء الداخلي. نريد هسه الاناتوميكال ديفكت اوف ذا بون. اول ديفكت ممكن يصيب للبون هو الفينستريشن. شنو هو الفينستريشن؟ Fenestration or window. This bony defect include isolated area in which the root is not covered with bone but covered only by periosteum and overlying gingiva, and this doesn't extend to marginal bone. هنا بيها ثلاث أشياء تميز لي عن الديفكت الثاني. الشيء الأول إنه هو شنو؟ إنه أنا صح راح أفقد عظم، بس أنا راح يتغطى لي بيريوستيوم وجينجيفا، يعني ما راح يظهر العظم للخارج. زين النقطة الثانية شنية؟ النقطة الثانية انه ما يوصل لي للمارجينال بون، يعني يبقى بالجزء الفوقاني، يعني قريب على البيزل بون، بس ما يوصل لي وين؟ ما يوصل لي للمارجينال بون. عكس الديهيسنس، شنو هو الديهيسنس؟ الديهيسنس Bony defect include the denuded area which extend to the bone margin. هنا راح يبدي ذوبان العظم يوصل للبون مارجن. Exposing the root surface, the defect may extend to middle of the root or farther. هنا الديفكت يوصل لمنتصف الروت أو أبعد. زين شنو الفروقات ما بيناتهم؟ بنشوف بهاي الصورة. أول فرق إنه هو الفينستريشن ما وصل للمارجينال بون، بينما الديهيسنس لا وصل للمارجينال بون. الفرق الثاني إنه هو الفينستريشن متغطي لي بريوستيوم وجينجيفا، بينما الديهيسنس ما متغطي لي، يعني exposing the root surface، الروت طالع لي oral environment. تمام. Side effect occur on approximately 20% of the teeth. They occur more often on the facial bone than on the lingual bone and more common on anterior than on the posterior teeth. ثلاث معلومات حلوات. أول شيء إنه هو النوعين يحدوا لي تقريبا 20% من الأسنان. المعلومة الثانية إنه هي بالفاشيال بون أكثر من اللينجوال بون، يعني شنو؟ يعني لابيالي وبكالي تكون أكثر من اللينجوالي. هافرجن سيستم اور اوستيون. شنو الهافرجن سيستم؟ It's internal mechanism that bring a vascular supply to bone consist of central canal called هافرجن canal which in their center contain the blood vessel. يعني هي عبارة عن internal mechanism، هي عبارة عن نظام داخلي يغذي لي البون، يحتوي لي على blood vessel، يحتوي لي على nerve supply. تمام. These blood vessels surrounded by bone lamellae which arrange in concentric layer constitute the center of an osteon. هنا يقول لي انه هاي blood vessel تمام دير مدايرها bone lamellae واللي تكون مرتبة على شكل حلقات متصلة المركز، المركز مالتها يكون osteon. The blood vessels in Havergen canal are connected with each other by an autosomal lining in Volkmann canal. The Havergen canal, كل قناة هافرز متصلة ويا قناة هافرز ثانية عن طريق Volkmann canal. So the nutrition of the bone is secured by incorporation of blood vessels in the bone tissue. لذلك فالتغذية الدموية للعظم تكون عن طريق دمج الأوعية الدموية ويا الأنسجة العظمية، دمج البلود فيزل ويا البون تيشو. زين نجي هسه للبون سيل. شنو هي البون سيل؟ عندي أربع أنواع للبون سيل، ذاكرين منها ثلاثة، بعد عندنا نوع رابع. أول نوع هو الأوستيوبلاست. الأوستيوبلاست أو بون فورمينج سيل، من اسمها أوستيوبلاست، لذلك فهي الخلية المسؤولة عن تكوين البون. أول خلية عظمية تكونها الأوستيوبلاست اسمها الأوستيويد.
This bone matrix undergo mineralization by deposition of minerals such as calcium and phosphate, which are subsequently transformed to hydroxyl apatite. هاي الخلية العظمية البدائية primary of collagen fiber، يعني هي متكونت لي بدائيا من collagen fiber. هاي رح يصير بيها mineralized، رح تتمعدن عن طريق deposition of mineral، رح تبدي تتراكم عليها المعادن مثل الكالسيوم والفوسفات، واللي رح تنتقل للكالسيوم والفوسفات يتحدون على مود يكونوا لي الهيدروكسي أبتات. زين الاوستيوكلاست سيل، الاوستيوكلاست ما اسمها كلاست، معناها مسؤولة عن resorption of the bone. These are large multinucleated cells found in concavities on the bone surface called Hauschild lacunae. هاي الخلايا موجودة بأماكن concavities، يعني تقعرات عظمية اسمها الهاو شيب. تمام؟ وين موجودة الأوستيوكلاست؟ بالهاو شيب lacunae. These cells responsible for bone resorption، هي المسؤولة عن الذوبان العظمي. زين الاوستيوبلاست مسؤولة عن بناء العظم والاوستيوكلاست مسؤولة عن ذوبان العظم، يعني شنو؟ يعني تأثيراتهم متضادة، شغلهم متضاد. الاوستيوبلاست شغلها عكس الاوستيوكلاست. نجي نصير الاوستيوسايت. شنو هي الاوستيوسايت؟ هي عبارة عن اوستيوبلاست cell that become trapped in the bone matrix and later on in the mineralization bone tissue. هي عبارة عن اوستيوبلاست بس شنو؟ بس هي موجودة بالبون ماتريكس، وبعدين ورا ما صار عندي مينرايزيشن صارت بالمينرايز بون تيشو. يعني هي عبارة عن اوستيوبلاست بس دخلت لي النسيج العظمي، سميتها اوستيوسايت. زين هي موقعها بلاكونة، موجودة بمناطق اسمها لاكونة. انتبهوا هنا الاوستيوكلاست موجودة بهاو شيب لاكونة، هنا لا موجودة بس بلاكونة بدون هاو شيب. زين هاي واحدة. اثنين انه هي يعني بيها extending process. هاي extending process راح تربط لي الاوستيوسايتس ويا الاوستيوسايتس الثانية. شنو اسمها؟ اسمها الكانالكيولاي. هاي الكانالكيولاي مسؤولة عن النيوتريشن وعن الريموف اوف ميتابوليك ويست برودكت، يعني هي مسؤولة عن التغذية ومسؤولة عن الطرح الخلوي. تمام. resorption of the bone، شو يصير عندي resorption للبون؟ شلون يذوب العظم؟ عندي أربع خطوات من خلالها راح يحدث resorption of the bone، راح تحدث الذوبان العظمي. The sequence of events in the resorptive process as a follow. أول خطوة attachment of osteoclast to the mineralized surface of the bone، يعني السطح المتمعدن تيجي تقعد عليه الأوستيوكلاست. الأوستيوكلاست قلنا اللي هي خلية مسؤولة عن الذوبان العظمي، قعدت عليه الأوستيوكلاست تشلبت بيه، صار عندها attachment ويا المينرايز سيرفيس. وراها راح تبدي تفرز لي أحماض، creation of salt acid environment which demineralized the bone and exposed the organic matrix. من فرزت لي أحماض حولت لي البيئة من بيئة متعادلة إلى بيئة حمضية. هاي البيئة الحمضية راح تسبب ذوبان الـ anorganic matrix، يعني راح تذوب لي anorganic component، راح تذوب لي المكونات الغير عضوية. زين من ذوبت لي المكونات الغير عضوية راح تسوي لي expose للـ organic matrix، المكونات العضوية راح تظهر للسطح. زين بعدها راح يصير عندي degradation of the exposed organic matrix to its constituent amino acid via the action of release enzyme اللي هو acid phosphate and cathepsin. يعني ورا ما صار عندي exposed to the organic matrix راح تبدي يعني تذوب لي وتتحول لي لمكوناتها الأساسية اللي هي acid phosphate وحمض الكاثبسين. آخر خطوة بالresorption هي sequestering of mineral ions and amino acid within the osteoclast. راح يتم عزل المينرال، راح يتم عزل المعادن والأمينو أسيد من خلال الأوستيوكلاست. زين أربع خطوات للresorption of the bone. أول خطوة إنه هي جتني الأوستيوكلاست وشلبت لي بالمينرايز سيرفيس. الخطوة الثانية بدت تفرز لي acids، بدأت تفرز لي أحماض لدرجة إنه غيرت البيئة من بيئة متعادلة إلى بيئة حمضية، وبالتالي أنا خسرت الـ anorganic compounds وقعت عندي بس الـ organic matrix. الـ organic matrix شو راح يصير بها؟ راح يصير بها degradation. تمام؟
من صار بها degradation تحولت لي إلى acid phosphate وكاتبسين. بالخطوة الأخيرة راح يصير عندي عزل للمعادن عن الأمينو أسيد عن طريق الأوستيوكلاست. هاي الأربع خطوات للresorption of the bone. باعوا هاي الصورة توضح لي resorption of the bone. هاي الأوستيوكلاست جتي أوستيوكلاست شلبت لي بالمينرايزد، بدأت تسحب المعادن. ده شوفون شلون سحبت المعادن. بعد ما سحبت المعادن صار عندي اكسبوز للأوستيوسايت. ورا ما صار عندي اكسبوز للأوستيوسايت بدأت تسحب الأوستيوسايت وتحللها للمكونات الأولية. هاي باختصار البون ريزوربشن. هسه نيجي للكومبوزيشن اوف ذا بون. البون يحتوي لي على ثلثين من الانورجانيك ماتر وثلث واحد من الاورجانيك ماتريكس. زين، الانورجانيك ماتر از كومبوزد برينسيبلي اوف مينرال كالسيوم اند فوسفيت. بشكل اساسي يتكون لي من الكالسيوم والفوسفيت. زين، يحتوي لي هالماتين بالاضافه الى الكالسيوم والفوسفيت على الهيدروكسيل كربونات ستريت اند لاكتيت. زين، يعني مكونات ثانوية، وعدة مكونات بس بكمية قليلة اللي هي الصوديوم المغنيسيوم الفلوراين. دول يكونون بكمية قليلة، يعني تعدي ثلاث أنواع. النوع الأول اللي هو النوع الأساسي اللي هو الكالسيوم والفوسفيت. النوع الثاني اللي هو موجود بس مو بنسبة ضئيلة كلش ولا بنسبة عالية كلش، اللي هو الهيدروكسيل كربونات السيترات and لاكتيت. وآخر نوع اللي هو تراكت أماونت، الكمية الضئيلة اللي هي الصوديوم والمغنيسيوم والفلورين. زين، the mineral salt are in the form of hydroxyapatite crystal. الأملاح الرئيسية هي الhydroxyapatite crystal. The organic matrix consists mainly of collagen type 1 fiber. 90% من الكولاجين الموجود هو الكولاجين type 1. With a small amount of non-collagenous protein. كمية قليلة من النون كولاجينيوس بروتين اللي هي الأوستيوكالسين والأوستيونكتين. هاي النون كولاجينيوس بروتين. زين، والعظم يحتوي على 99% من البادي كالسيوم، يعني هو يعتبر major source of calcium release. العظم يعتبر لي مصدر أساسي للكالسيوم بالجسم، يعني الجسم إذا احتاج كالسيوم راح يساعد bone resorption على مود يوفر لي الكالسيوم لبقية أجزاء الجسم، يعني العظم يذوب على مود يتصدر الكالسيوم للجسم. composition هنا أنا هذا مخطط للcomposition. عندي الماتريكس وعندي السيل. الماتريكس هي organic والانorganic. عندنا الكولاجين وعندنا النون كولاجين بروتين، والانورجانيك هي الكالسيوم والفوسفات. السيل هي الاوستيوكلاست اوستيوبلاست اوستيوسايت، والفرع اللي قلنا ما طرق له اللي هو الاوستيو بروجينريتر. هسا نجي للريمودلينج اوف الفيلار بون. شلون يصير الريمودلينج بالالفيلار بون؟ Alveolar bone undergo constant physiological remodeling, resorption and formation in response to external force, especially occlusal force. يقول لي إنه المحفز الأساسي للalveolar bone remodeling هي القوة الخارجية، الضغط الخارجي اللي يجيني، خاصة occlusal force. تمام؟ mastication، هالأمور هاي. Teeth erupt and tend to move medially throughout life. يقول لي انه من تبزغ الاسنان راح تبدي تميل ميجيالي، يعني طول العمر راح يصير عندي ميجيال دريفت. To compensate for wearing in the proximal contact area with age which become flat. يقول لي انه هاي الحركه على مود تقاوم لي الويرنج مال بروكسيمال كونتاكت، اللي هي بمرور العمر راح تصير فلات. البروكسيمال كونتاكت بمرور العمر راح تصير فلات. This refer to as a physiological medial migration. أشير لها بالميجيال ميجريشن. شنو هي الميجيال ميجريشن؟ إنه هي حركة الأسنان ميجيالي طول العمر، يعني كل ما يتقدم عمر الإنسان تبدي الأسنان تصير ميجيال أكثر من قبل. شنو السبب الأساسي لها؟ على مود يقاوم لي الويرنج in the proximal contact area with age which become flat. هاي أول شيء. زين، شلون تصير هاي؟ هاي تصير عن طريق الريمودلينج. راح يصير عندي الاوستيوكلاست تبدي تتفعل لي بجهة الميجيال،
بينما الأوستيوبلاست تبدي تنبني لي بجهة الدستال، يعني راح يصير عندي ذوبان بجهة الميجيال. من صار عندي ذوبان بجهة الميجيال راح يتحرك السن ميجيالي، تمام؟ من يتحرك السن ميجيالي راح يبقى مكانه بالدستال فارغ. زين شلون يميلي؟ راح تبدي تفعل لي الأوستيوبلاست بجهة الدستال. من تفعيلت لي بجهة الدستال بنت عظم بجهة الدستال عوض لي فقدان السن اللي راح ميجيالي. يعني نفس الحركة اللي يصير عندي بالأورثودونتيك، بس الفرق انه هناك يصير عندي طبيعيا، هنا لا، انا سلطت ضغط على مود احرك السن لهذا الاتجاه. Remodeling of alveolar bone is regulated by local influence and include functional requirement on the tooth. يعني انه هو يتحكم لي به فد عوامل. العامل الاولي هو الفانكشنال ريكويرمنت، الاحتياج الوظيفي. العامل يعني شنو؟ يعني اني مثلا ميجيالي او سوري بجهه المولرز اني احتاج اكل اكثر، يعني احتاج اكل اكثر هناك، فهناك راح اشوف انه العظم متثخن اكثر من جهه الانتيرير اللي هي استخدمها بس للقطع. زين، فهذا الفانكشنال ريكويرمنت on the tooth and age-related change in the bone. قلنا احنا يصير عندنا medial drift، فهذا يسموه age-related change. هسه صار عندي تأثيرين، التأثير الأول الفاكشنال والتأثير الثاني هو العمر. التأثير الثالث هي الهرمونات أو السيستميك انفلونس، تمام؟ يعني السيستميك انفلونس مثل نقصان الفيتامين دي 3 والهرمونز مثل الباراثايرويد هرمونز. زين، هاي هنا هذا المخطط يمثل لي الاوستيو كلاست والاوستيو بلاست. شغل الاوستيو كلاست والاوستيو بلاست، تشوفون هنا شغل الاوستيو كلاست، هنا الاوستيو كلاست تبدي تاكل بالعظم، وهنا الاوستيو بلاست تشتغل عكسها تبني عظم. هنا هذا البون ريزوربشن وهذا البون فورميشن. لهنا هنا نكون وصلنا وياكم لنهاية محاضرتنا لهذا اليوم. هذا كويس سريع مكون لي من 5 أسئلة، وبين سؤال وسؤال راح اعطيكم 5 ثواني، تعرفون تحلوها ب5 ثواني فانتوا ابطال. ما لحقتوا عادي وقفوها وشويه فكروا بها وجاوبوها. الاجوبه راح تلقوها بحسابي الشخصي وبحساب دنتيتي على الديسكورد، تمام؟ الحسابات راح اخليها جوا بصندوق الوصف. سؤال الاول، سؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع، والسؤال الخامس. هنا نكون وصلنا وياكم لنهاية محاضرتنا لهذا اليوم. Thank you for watching. I hope you understand this lecture. If you have any question, you can text us on our accounts in Instagram, Telegram, YouTube, Facebook, and Discord. كانت وياكم شهد عادل، نلتقيكم بالمحاضرات الجاية. مع السلامة.